رئيس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر جلسة استثنائية لمجلس الوزراء، وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم، حيث أعلن سموه فيها عن رفع كتاب استقالة الحكومة إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى للتفضل بالأمر بما يراه جلالته. وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي: أعلن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خلال الجلسة عن استقالة الحكومة، وأحاط سموه المجلس بالكتاب المرفوع إلى جلالة العاهل المفدى والذي يتضمن استقالة الحكومة، وذلك بعد الإعلان بشكل رسمي عن نتائج الانتخابات النيابية للفصل التشريعي الخامس، وعملا بحكم المادة 33 من دستور مملكة البحرين التي توجب تشكيل وزارة جديدة عند بدء كل فصل تشريعي. وقد أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن الحكومة قد تشرفت بحمل أمانة المسؤولية التي كلفها بها حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، وقد عملت جاهدة على بلوغ الغايات وتحقيق التطلعات التي تترجم رؤى جلالة العاهل المفدى وتحقق أمان المواطنين رغم ما كانت تنطوي عليه المرحلة من تحديات وفي مقدمتها الاقتصادية. ومع ذلك تمكنت الحكومة من الإبقاء على النسق المتقدم في سير العملية التنموية بمختلف أفرعها الاقتصادية والتعليمية والصحية والإسكانية على ذات الوتيرة المتسارعة. وأنجزت الحكومة الكثير بفضل الدعم الملكي السامي وعمل الحكومة كفريق واحد وبشكل متناغم، والتعاون المثمر مع السلطة التشريعية والجهود المخلصة لأبناء الوطن، لافتا سموه إلى أن الحكومة قد عملت بعزم وإرادة من أجل تنفيذ البرامج والأولويات التي وردت في برنامج عمل الحكومة. وبحمد الله حققت الحكومة وأنجزت الكثير للوطن والمواطن، ويكفيها فخرا ما تحظى به من إشادة ملكية سامية ورضا من قبل المواطنين، مؤكدا سموه بأن الجميع على استعداد للمزيد من البذل والعطاء في سبيل الوطن وشعبه، معربا سموه عن تقديره البالغ لعطاء كل عضو في الوزارة وعلى تفانيهم وإخلاصهم ممن عكس على مستوى ونوعية المنتج الحكومي في كافة جوانبه. وأكد سموه أن ما حققناه مهم مهما بلغ مداه وصداه، إلا أن طموحاتنا لا زالت تقودنا نحو ما هو أفضل وأعلى مرتبة للوطن والمواطن. وأعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن خالص التهاني إلى أصحاب السعادة أعضاء مجلس النواب على الثقة التي منحها إياهم الشعب، آملا سموه لهم التوفيق في حمل هذه الأمانة والمسؤولية. وقد سجل بالنيابة عن مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على قيادة سموه الحكيمة للحكومة، والتي أسهمت في تحقيق الإنجازات وتجاوز التحديات بكل حكمة واقتدار، مؤكدا بأن متابعة سموه وتوجيهاته الكريمة في كل الأمور ذات الصلة بالمواطن وببرنامج الحكومة الموجهة لخدمته كان لها أطيب الأثر في بلوغ أفضل النتائج وتحقيق التطلعات المنشودة من أجل الوطن والمواطن.